انا طلعت على كندا على اساس انه جاي عند اجازة عند اخوي، بطلع قرار انه لوك داون وفيش حدا يطلع وسكر كل المطارات. أنا منيحة، وضعي تمام، ولكن أنا ما بعرف إمتى بقدر أرجع. المشكلة الأساسية التي ظهرت هي أم كل المشاكل، هي موضوع إجلاء مواطنينا إلى وطنهم. طبعا هذه كشفت حقيقة الأمر، أننا الاستثناء الوحيد في هذا العالم. أيضا أعلننا منذ أسابيع عن الحاجة لتسجيل كل أهلنا العالقين هنا والراغبين في العودة، وصلنا لحد الآن ما يقارب 80 حالة تريد العودة. كل العالم روحوا مواطنينهم إلا إحنا عم بنمر بظروف صعبة، الوضع بطل يتحمل. نحن نتواصل مع الصديق سعادة سفير الأردن هنا، أرسلنا لسفارة الأردن القائمة التي لدينا، كل يوم نتحدث مع أشقائنا الأردنيين من أجل أن تكون قائمتنا ضمن أولويات حالة الإجلاء والعودة. أنا لو عارف الموضوع بنتي كمان شهر أنا بصبر، ما عندي مشكلة، بس ممكن القصة تطول وابني مش عندي والولد صغير.